أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من صباح أون. كتير مننا دايما بيسعى للتقدم للطاقة الإيجابية، إزاي نقدر نوصل لطموحنا، لكن بنفضل كده نسأل طب هنعمل إيه؟ هنبتديها منين؟ يمكن في ناس كتير بيبقى عندهم توهة كده، ممكن يكون بيسألوا أسئلة ما عندناش ليها إجابة، لكن في الأول وفي الآخر إحنا كلنا بنحلم بالإنجاز بالتفوق وبالنجاح، لازم يكون عندنا هدف نقدر نمشي عليه. إزاي الخطوات؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفنا اللي هيساعدكم طبعا في بدايات السنة الجديدة، وإزاي نقدر نتقدم وإزاي نقدر يبقى عندنا كده طاقة إيجابية دايما، مع ضيفنا دكتور شريف البندري، أستاذ في جامعة طنطا ومستشار اللجنة التعليمية للجنة رد المظالم الدولية لحقوق الإنسان، مستشار صحفي ومدرب دولي معتمد في التنمية البشرية. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب حضرتك. البدايات الجديدة او البداية الجديدة كلمة كده ليها سحر، كان يعني دايما كل ما اول كل سنة او في حياتنا عموما في كل يوم الواحد بيحب يبتدي بداية جديدة في حياته في كل لحظة وفي كل يوم. مع بدايات السنة الجديدة بقى واحنا النهاردة يوم اثنين، كل واحد بيعمل كشف حساب للي فات ويبتدي يحط كده اهداف ما حققهاش في 2017 ويتمنى انه يحققها في 2018. ازاي نعملها بشكل علمي؟ وحضرتك متخصص في الموضوع ده، ازاي نحدد اهدافنا ونسعى لتحقيقها؟ اولا بصبح عليكم صباح العلم، صباح التفاؤل، صباح التنميه، صباح الوجوه الجميله المبتسمه. احنا في السنه الجديده بهني كل المصريين على الانجازات اللي حصلت في مصر في العام الماضي من السيد الرئيس، وإنجازات جميلة وملموسة ومحسوسة. ده بيحسسنا أن كل واحد يجتهد في مجاله وفي مكانه. فبصفة أستاذ في الجامعة فبنبتدي أتمنى أن يكون العام 2018 عام العلم وعام التحديات وعام التنمية، مبتدأ بالطالب الجامعي للمسؤول لأستاذ الجامعة. وده اللي هنتكلم عليه في موضوع دور التنمية البشرية في النهوض بالعملية التعليمية. تمام. طيب خطواتها ازاي؟ اولا لما هتكلم على دور التنمية البشرية في النهوض بالناحية التعليمية هتكلم على المثلث الذهبي. ايه المثلث الذهبي دوت؟ الطالب، وسواء هتكلم في التربية والتعليم او في الجامعة، يبقى الطالب والمعلم والمسؤول اللي هو صاحب القرار. فهبتدي اعالج ببرامج عالميه معتمده متجربه في دول نجحت قبل كده، وفي تجارب كتير هنتكلم عليها باذن الله في الدول اللي نجحت زي امريكا وفنلندا. طيب احنا بالنسبه للطالب بعمل له برامج. البرامج عباره عن خطوات. اولا اعرف معرفه الذات، اعرفه بذاته، اعرفه بنفسه، هو فين، هيتحرك ازاي، بدايته وايه الطرق اللي انا انقله، اشوف النسب اللي جواه. بصفه انا راجل رياضيات فبحسبها بالنسب. علاقته الاجتماعيه بالاسره، بالاستاذ، باللي حواليه، بذور الابداع والابتكار عنده ازاي انميها بالنسب. فده معرفته بذاته من خلال برنامج، يعني عن طريق اسئله، عن طريق مقياس بنراقبه مثلا. لا، هو انا النهارده بعمل له برنامج مقياس اشوف ايه النسب عنده، نسبه ما فيش تفاعل اجتماعي عنده بنسبه 20% وفي ابداع عنده بنسبه 80. يبقى انا احاول بقدر الامكان ازود الابداع وانمي بذور الابداع عن طريق اللي هقوله لحضرتك، وعن طريق في جزء في الشخصيه كامل ببتدي بحركه في الشخصيه عن طريق الدورات والندوات، ووري له نقطه ضعفه ونقطه قوه. بس هل انا بعمل ده دكتور في الجامعات او في المدارس، ولا للاسف الشديد انا عندنا النظام التعليمي بينصب بشكل اساسي على فكره التلقين، فكره حشو الدماغ بالمناهج؟ تمام. والامتحانات اللي هي الواحد الطالب بيجي على اخر السنه يكتب كل الحاجات اللي حفظها طول السنه. انا هل عندي منهج او عندي فكره انه اقيس القدرات الفرديه للطالب، ان اشوف هو بيتفاعل اجتماعيا ازاي بيتفاعل مع محيطه؟ القدرات الذاتيه دي بعيده عن منهجنا التعليميه للاسف. تمام. هو للاسف طبعا، بس باذن الله انا متفائل خير ان دور التنميه البشريه عايزين ننميها في المدارس والجامعات، لان ده النظام ده متطبق بره. اما كنت في المانيا
بيعملوا مقاييس للشخصية من وقت لآخر زي المحاضرات، وبيعملوا زي احنا عندنا مشكلة عقيمة ان الطالب بيعتمد على المجموع عشان يدخل للكلية. وللأسف الإبداع والابتكار، يعني واحد بيرسم كويس جدا وجاب مجموعة قليلة، ليه ما دخلوش فنون جميلة؟ وده هو ده اللي بيحصل بره، وده سبب التقدم. ان النهاردة ما ببصش للدرجات، بعمل له مقياس اشوف مستوى الابداع اللي فيه، عملي ادبي، عنده اقدر انمي، عنده القدره في تنميه مواهبه، فبالتالي بدخله التخصص، ما بشترطش المجموع. يعني الكليه يعني بدخله موهبته ولكن من غير مجموع. بالظبط. طيب يعني ازاي نقدر نواكب فكره العصر؟ حضرتك قلت لي ان في مناهج بتقام في امريكا وفي فنلندا تحديدا، فنلندا بشكل مختلف عننا. طب ازاي نقدر نستخدم هذه البرامج؟ هم اللي احنا هنقوله بيعملوا برامج للطالب وللمعلم من خلال التنمية البشرية والقيادي او المسؤول او صاحب القرار. طيب تعالوا نتكلم على مثلا الطالب معرفته بذاته. طيب بعد ما اعرفه بذاته اشوف الطرق اللي انا انمي قدراته ومواهبه عن طريق عدة وسائل. بعد كده بعد ما اعرفه ازاي اخليه يحقق ذاته. يبقى انا فهمت ان في الطالب هو واقف فين، اديته الوسائل الحديثة اللي انا انقله بيها. بعد كده قدرت الاقي حققت له ذاته. يعني ايه تحقيق الذات؟ يعني احلله مشاكله، احلله، اوصله في علاقة وطيدة ما بين وحببه في المعلم وفي الجهة التعليمية أو المؤسسة التعليمية. ده بالنسبة للطالب. بالنسبة للمعلم أنا بحاول بقدر الإمكان، بينقسم لجزئين، الجزء الأكاديمي وده بيدرس في الجامعات تبع وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي، والجزء الحسي اللي أنا أخلي المدرس أشغل دماغه في عملية إدارة الوقت. الناحية التنظيمية والتخطيطية، العلاقات الاجتماعية، أخلي المعلم يكتشف من الطلاب مين الموهوب عنده ومين المبدع. فده بالنسبة للمعلم، بجانب استراتيجيات التعلم اللي هو دلوقتي في التعلم في جامعات. يعني ازاي التعلم في جامعات؟ ان انا بنشأ 4 أو 5 طلاب مع بعض واخليهم يمثلوا لي ادوار، او يبقى التعليم التطبيقي بالمحاكاه او بالتمثيل او بمعايشه الواقع. طب دكتور كلام جميل جدا اللي حضرتك بتقوله، كلام نظريا كمان محترم جدا. نيجي بقى على التطبيق في مدارسنا، ازاي اطبق ده بالنسبه للطالب والمعلم والقائم على العمليه التعليميه؟ تمام. اولا ابتدي من فوق لتحت. فن القياده، عشان اهتم بفن القياده لازم، وانا بسميها فنون القياده، ان انا القائد اللي عندي اللي هو المسؤول علمه الفنون. ايه هي الفنون اللي انا اعلمها للقائد؟ فن التشجيع، فن المراقبه، فن التانيب، فن التهديد عشان اعدله، فن التخطيط، بالظبط، فن التخطيط، فن التشجيع، فن التعامل مع اهل الخبره، فن التعامل مع اصحاب الحرف. يعني هل بنجيب حد يقدر ان هو يدرب من القمه كده؟ احنا يعني هل في مدربين للموارد البشريه؟ هل اكيد اكيد في. انا يعني انا بنادي في عام 2018 فعلا ان دخل منهج التنميه البشريه، لان احنا اولا اساس التنميه هي التنميه البشريه. تمام. عشان اعمل تنميه مستدامه زي ما السيد الرئيس قال واتكلم، وهيئه الامم المتحده عملت برنامج من 2015 ل 2030 وابتدوا بالتعليم. اذا نهضنا بالتعليم نهضت الامم كلها. صحيح. ونهضت الاقتصاد وكل الدعامات اللي بتنهض عليها التعليم، لان هو الاساس. صحيح. فانا هبتدي بفن القياده، والقائد اخليه يبقى قدوه، ودي مهمه جدا، القائد قدوه للمعلم والمعلم قدوه للطالب. صحيح. زي سلسله، ادي واحد. اتنين، ان انا هخلي احترام المعلم
تحفيزه المادي والمعنوي ده مهم جدا. طبعا اذا انا قدرت اصلح الكلام دوت في المعلم تشجيعه على الابداع والابتكار. صحيح. ان انا قدرت اعمل في المعلم كده يبقى انا نجحت انجح المنظومه الكامله. وبالتالي المعلم هيبقى قدوه للطالب. صحيح. هيشجعه، هيشوف فين الابداع، هيشوف فين المواهب، لان انا بعمل عمليه تسلسل. والبدايه كمان او التركيز على المعلم مهم جدا زي ما حضرتك قلت، هو القدوه. لا يعني هو مش بس اللي بيقدم الماده التعليميه، لا ده بيكون قدوه كمان لاجيال كتيره. افهم من كلام حضرتك ضروره او الدعوه لادخال التنميه البشريه في مناهج التعليم. مناهج التعليم في المدارس. طيب كلمه التنميه البشريه لوحدها دلوقتي للاسف الشديد يعني بيتم التعامل معها ناس كتيره جدا بتقدم نفسها انها مدربين للتنميه البشريه وهم ما يعرفوش ايه هي اصول التنميه البشريه. وللاسف الشديد كمان التنميه البشريه بيشتغل فيها من لا عمل له وبياخدها من باب، خلينا صراحه يعني، تمام، لا باب علمي ولا اي حاجه، كانها نوع كده من انواع ايه الطاقه الايجابيه يبثها في الناس. طب انا عشان ادخل مناهج التنميه البشريه في التعليم لازم اولا احصل على مدربين بشكل علمي ومعتمدين. ومعتمدين نقطه مهمه. اعملها ازاي يا فندم؟ هو اولا انا ممكن انا اعمل اعلان في طبعا مراكز معتمده خاصه ومن خلال الدوله في التنميه البشريه بتدي مدرب دولي معتمد. بتدي طبعا رقابتها تحت الدوله، يعني الدوله هي بتشرف عليها. اكيد. وفي برامج خاصه، فانا بختار انمي الجزئيه دي حتى في الدراسات العليا. ابتدي ادي ماستر وبي اتش دي للناس ديت عشان ااهلها على احسن مستوى. صح. لان هو ده الدافع الاساسي، انا اعتمادي في مصرنا الغاليه على التنميه البشريه. اذا نميت كويس في الاشخاص، لان هو ده الجزء اللي انا عندي بزياده، وجزء مبدع ومبتكر محتاج بس التوجيه والارشاد وان انا انمي. صحيح. طيب لو هنتكلم على فكره الثابت الالهي، يمكن اتكلمنا قبل الهوى مع دكتور شريف البنداري عن النسبه الذهبيه والشخصيه الذهبيه والثابت الالهي، يعني شويه يعني كلمات يمكن بتبقى صعبة على المشاهد العادي، ولكن عايزين نعرف أكتر من حضرتك. طبعا وأنا أصلا تخصص الرياضيات، وأنا في ألمانيا قريت على النسبة الذهبية فأعجبت بيها جدا، وفضلت أشوف إيه الثابت الإلهي دوت وإيه دوره. طالما ثابت إلهي يبقى أكيد حاجة جميلة. يعني وأكترية العلماء اللي اشتغلوا فيه، وللاسف في مصر محدش اشتغل فيه، كان اول ناس احنا نشتغل في النسبه الذهبيه في مصر. وعملنا طرق ليها جميله. طب ايه هي النسبه الذهبيه؟ هخش لكم في الموضوع بس انا بعمل لكم تشويق. النسبه الذهبيه دي هو ثابت رياضي 16 18، لا اما بقوله بالرياضه 1.6 او 1.68 او 1.681، ده ثابت رياضي ثابت عادي جدا. لو حضرتك بصيت له كده هتقول يعني ايه ثابت؟ ثابت الرياضي ملوش معنى. انما مش الثابت الفيزيائي زي ثابت الجاذبيه الارضيه لانقلابات، انما ثابت الرياضي ده رقم. ولكن لما تبص له من الوهله الاولى ايه ده؟ من اما العلماء ابتدوا يشوفوا عالم اسمه كيبلر قال هو كنز البشريه. الثابت الرياضي ده. طيب العلماء ابتدوا يشتغلوا عليه ازاي؟ شافوا عالم مارك اوت، عالم جراحه التجميل والابداع. الراجل دوت لما جه يعمل مقاييس لكل حاجه في جسم الانسان لقاها تطلع اما اقسم الطول على العرض تطلع 1.6. يعني حضرتك لو قست طول الوجه ومن من الطرفي الاذنين وقسمتهما على بعض يطلع 1.6. المسافه ما بين الحدقتين دول وفتحتين الانف تطلع 1.6. نسبه واحده، نسبه واحده على اختلاف الوجوه واختلاف الناس، كل ما قربت منها بالبنيه الجسميه بتاعتهم البنيه كل ما قربت منها يبقى تلاقي 1.15. يبقى نسبه الجمال فيه قريبه من النسبه الذهبيه. يعني هي نسبه الابداع والجمال، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. يعني ده الستاندرد المثالي. الستاندرد صحيح. هنيجي ناخد طب ايه رايك هنطلع لفاصل قصير ومن بعده نكمل
نكمل هذا الحديث الشيق مع دكتور شريف البندري، استاذ في جامعه طنطا ومستشار اللجنه التعليميه لجنه رد المظالم الدوليه لحقوق الانسان ومدرب دولي معتمد في التنميه البشريه. بكم مشاهدينا مره ثانيه، معنا دكتور شريف البنداري استاذ في جامعه طنطا، وبنتكلم على النسب الذهبيه للشخصيه المفروض انها تكون شخصيه ايجابيه وشخصيه ليها ملامح ومعطيات كده ايجابيه. صباح الخير يا فندم مره ثانيه. نسال محمد 1.6 من 10 وصلنا للدكتور لنا دي النسبه الذهبيه في مقاييس الاشياء سواء جسم الانسان او النباتات او غيره، دي النسبه المثاليه. تمام. حضرتك قلت حتى ممكن اخلي الناس دلوقتي بيتفرجوا علينا يعملوا ده بشكل عملي، تطبيق عملي. تمام. انه قول لنا بقى الشرح بتاعها، النسبه مثلا الوجه. طيب احنا تعالوا نبتدي التطبيقات النسبه الذهبيه وهنشوفها تطبيقاتنا في حياتنا اليوميه. تمام. النسبه الذهبيه ديت لما العلماء ابتدوا يشوفوا ايه الثابت الالهي دوت، فابتدوا بيه في عالم الرياضيات المشهور فيبوناتشي، ابتدى بخط الاعداد. خط الاعداد بيبتدي من صفر. لو انت طالع العدد صفر وواحد بيديني واحد، واحد وواحد يديني اتنين، واحد واتنين يديني تلاتة، اتنين وتلاتة يديني خمسة، قسم كل عدد على اللي قبله يطلع 1.6. فراح مشغل دماغه بعض علماء الاستصلاح الاراضي والمهندسين الزراعيين، ابتدوا يشوفوا، تخيلوا عدد البتلات في الزهور طلعت تخضع لمتابنة فيبوناتشي. يعني عدد البتلات ده لو قسمنا هتطلع 1 3 5 8 11، لو قسمنا كل عدد على قبله 1.6 هيطلع 1.6. فراحوا قالوا طب ما تيجي نشوف على الحيوان، فجابوا سمكه، كل السمك يقيسوا طولها لحد الديل ومن طول الزعنف لحد الديل ويقسموهم على بعض لقوا 16 18، اللي هي 1.6. 1.6. طب ايه الجمال؟ فقال لك ده عالم اسمه كيبلر، قال يا جماعه ده كنز للبشريه، خدوا بالكم من 1.6 دوت. ابتدوا المفروض انا وانا كنت في المانيا كنت بلاقي كل حاجه بيستخدموا الثابت الذهبي، واحنا في مصر للاسف الشديد ما نعرفوش. هو ده اللي شجعني. بيستخدموها في ايه بقى يا فندم؟ يعني تطبيقاتها ايه وبيوظفوها في ايه؟ تمام. ال 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 عشان اقيس رياضيا الثابت الذهبي ده، لو انا هقيس الحيطه نفسها. الحيطه هقيس وعايز احط برواز في الحيطه، هقيس الطول الكبير، هبتدي احط البرواز بحيث ان اقيس الطول الكبير على الجزء المتبقي واحط الناتج القسمه يديني 1.6. يعني انا لو عايز احط برواز في النص اقيس الجزء دوت ومن الجزء الثاني للبرواز لنهايه الحيطه وافضل اوسطا لحد ما يديني 1.6. هو ده سنتر الابداع والجمال. طيب راحوا ادي جزء في غرف النوم، في الصالونات، في الانتريات. تعالوا في فن العماره، لو انا عايز اعمل عماره ازاي احط باب العماره فين؟ ازاي احط البلكونات طولها لعرضها ايه؟ فقسمنا بالنسبه للثابت الذهبي احسبه كمستطيل اقسم طوله على عرضه. طيب مثلث الذهبي اقسم طوله على طول القاعده. والكلام ده مثبت، تخيلوا ان استخدموه الفراعنه والقدماء المصريين في بناء الاهرامات في هرم خوفه عشان اشعه الشمس تيجي عليه، وهو ده بفضل النسبه الذهبيه. ان انا طول الهرم على طول القاعده هيديني 1.6. طب ده فن المعمار او يعني البنى، ايه تاني ممكن نقدر نستخدمه؟ في مختلف الحضارات. في الحضاره الفرعونيه استخدموه، في الحضاره اليونانيه في معبد البارثينون استخدموه، في الحضارات الإسلامية معبد القيروان في تونس استخدموه في القبب المختلفة. أنا عايز أوجه في تطبيقات كتير قوي النسبة الذهبية. تتخيلوا أن هي في الرسم وفي الفنون، الفنان التشكيلي بسحب اللوحة المشهورة اللي هو ديفينشي، لوحة الموناليزا، مستخدم النسبة الذهبية. أن أنا بعمل مستطيل للوجه والمستطيل ده كل قياساته
الطول على العرض بتديني 1.6. طيب بتوع التجميل والابداع عملوا حاجه جميله قوي. جميل. ابتدوا يقيسوا جسم الانسان. تمام. جسم الانسان كل مقاييسه، يعني النهارده بتلاقوا عمليه الـ 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 التجميل في الـ في الـ في وجه الانسان كل المقاييس تخضع ل 1.6. ده بالنسبه للابداع والجمال. طيب تعالوا نشوفه في حياتنا اليوميه. ابتدوا يعملوا ايه؟ شاشات ال ال سي دي في التلفزيون وكلكم هتقيسوها، لو قسمتوا طولها على عرضها لو ما طلعتش 1.6 انت مش هتتاح للرؤيه بتاعتها. انا هعمل كده النهارده، انا هروح البيت اجرب القصه دي. طب لو فعلا في حاجات ما طلعش المقياس 1.6، تمام انا بحسنه عشان ازود وازود. انا بموجب النسبه الذهبيه هبتدي اعمل بعد كده ادرس الشخصيه الذهبيه، ادرس التنميه المستدامه، وادرس اداره الازمات، حل المشكلات بطرق ابداعيه. ده احنا لو وصلنا بيها كمان ان انا اقدر لو انا اشوف الطالب في الكليات العسكريه في كشف الهيئه اعمل له كشف مقياس النسبه الذهبيه. النسبه الذهبيه. والله الكلام مع حضرتك احنا محتاجين نعرف كتير، واكيد الساده المشاهدين هم بيتابعوا حوار حضرتك الشايق ده حابين يعرفوا تفاصيل اكتر، لكن للاسف وقت الفقره انتهى. ما اعرفش بقى عدينا النسبه الذهبيه كده ولا لا، هو دي نسبه ذهبيه صح الفقره ولا لا، بس على اي حال نورتنا وافدتنا بكل المعلومات. دكتور شريف البنداري استاذ في جامعه طنطا، مستشار اللجنه التعليميه لجنه رد المظالم الدوليه لحقوق الانسان، وكمان هو مستشار صحفي ومدرب دولي معتمد في التنميه البشريه. صباح الخير على حضرتك. شكرا جدا. بنشكرك جدا. طيب هنطلع لفاصل ومن بعده معرض القاهره للكتاب في دورته ال 49، هنعرف تفاصيل اكتر عن هذا المعرض واسسه وازاي بيتم اختيار المسابقات فيه والكتب نفسها مع ضيفتنا دكتوره هويده صالح الروائيه والناقده، لكن بعد الفاصل.